عنده مال. وكم من بلاد، وكم من بلاد فيها أغنياء والناس في حاجة، والناس يظنون أن الإنفاق يكون فقط على الفقراء والمساكين. لا، المثل ده حضرتك ذكرته يا باشمهندس إنما يدل على المؤسسات العامة وفي أولها الجيش وما هو دونه، إنما ثوابها عظيم جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الجو الحر شديد، لا توجد ثمار، لا يوجد موسم حصاد، لا توجد أموال، نادى في الصحابة كما ذكر باشمهندس هذه القصة، وجاء سيدنا عثمان بن عفان استجاب. استجاب بإيه؟ ممكن خلي بالك الكلام لما يبقى عام كده، يا اخوانا احنا عايزين كذا للدولة، عايزين كذا لكذا، الناس تتبرم، الناس تتهرب كما قلنا، الناس تبذل، لكن تبذل يعني ايه؟ تبذل وتتوارى، تدفع وتتوارى. مات سيدنا عثمان الآن، لكن بقي أثر وبقي عمله الصالح. سيدنا عثمان يعني سخاؤه وعطاؤه وانتماؤه فاق أي انتماء. جاء البشمهندس ذكر 940 بعير و60 فرس، دول يعادلوا الآن ما يقارب 70 مليون جنيه لوحدهم كده. أقول لك معلومة مولانا يعني كده عشان ما نعديهاش، اتفضل. اتحسبت ثروة سيدنا عثمان بالأرقام النهاردة، هقولها لك بالمصري بقى. أيوة المصريين. 40 مليار جنيه مصري. نعم. الثروة اللي أنفقها سيدنا عثمان بن عفان في خدمة الإسلام والدين 40 مليار جنيه مصري. نعم. اتفضل يا فندم. سيدنا عثمان 940 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني مجهز الجمل كامل للحرب، هو ده كان المدرعة، كان المدرعة، تخيل تبرع ب 940 مدرعة و60 طائرة، الفرس ده كان يمثل القوات الجوية. يعني شوف بيدعم بإيه، بقول لك يعادله الآن 70 مليون جنيه، مش اتبرع مليون جنيه للجيش، مش اتكلم، مش فت في عضد الدولة، مش أوهن قدرات الناس وطبائع الناس. وبعدين جاء ذهب إلى داره فجاء بألف دينار. ألف دينار أنت تسمعها كتير كده ومش عارف، أنا هذكر لك بس قيمتها عشان ننتقل إلى البشمهندس أستاذ علي. ألف دينار سريعا كده، الدينار كان الدينار الفارسي وزنه 4.5 جرام، الدينار الواحد يعني. ألف دينار يبقى وزنهم كام؟ 4.5 كيلو ذهب عيار 22، دول تمنهم الآن بسعر اليوم 16,902,000، يعني غير 70 مليون، تبرع بألف دينار يوازن الآن 16,902,000 جنيه، ما يوازي الآن. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فعلينا الاقتداء بهؤلاء حفاظا على بلداننا وأوطاننا وقوة بلادنا، وخاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به المنطقة ومر به العالم. يا ريت والله نقتدي بالكلام اللي احنا والسادة المشاهدين يقتدوا به. طيب هنا حضرتك ذكرنا جيش العسرة، لماذا سمي بهذا الاسم؟ نعم، سمي بهذا الاسم يا استاذ علي لان الوقت كان فيه عسرة، الوقت عسير، الوقت صعب. اولا 627 كيلومتر، ده انت مش هتروحهم بعربية مكيفة ولا بطيارة، الجو حر شديد جدا، كان في وقت الحر وهذه البلاد حرها شديد، وبعدين عسرة لان ما حدش معاه فلوس، ما فيش الامكانيات. الدولة الاسلامية الدولة الاسلامية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش اموال نجهز بها الجيش حتى نصد هؤلاء المعتدين علينا الذين يريدون ان ينقضوا علينا كما ينقض الأكلة على قصعته. مولانا في مشاهدين كتير ما تعرفش ان سيدنا عثمان بن عفان تولى الخلافة وهو في سن 70، واستمرت خلافته حوالي 12 سنة. خلينا يعني هنعدي مرحلة زمنية كبيرة عشان وقت البرنامج، وخلينا نتكلم على الفتنة. الفتنة حدث كان قوي جدا، وخليني بستشهد مع حضرتك عشان الوقت بالكلام اللي سيدنا عثمان بدأ يوجهه للمسلمين فيما قبل وفاته بأيام قليلة. الخناق زاد على سيدنا عثمان بن عفان، الهجوم عليه هجوم قوي جدا، فخرج سيدنا عثمان يريد أن يتحدث إلى المسلمين، أثنى على الله ثم قال: أيها المسلمون، أفيكم أصحاب رسول الله؟ قالوا: نعم. قالوا: أفيكم علي؟ رد عليه قال: نعم. أفيكم الزبير؟ قال الزبير: نعم. أفيكم طلحة؟ قال طلحة: نعم.
أتسمعيني يا أم المؤمنين يا عائشة؟ قالت أسمعك يا أمير المؤمنين. قال أشهدكم بالله، أشهدكم بالله، أشهدكم بالله، أو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما عدنا إلى المدينة، من يشتري بئر روما فاشتريته من حر مالي ووهبته للمسلمين ألم تشهدوا بذلك؟ قالوا نشهد. قال كيف تمنع عني الماء؟ منع عنه الماء، خلاص قاعد في بيته، اشتد الخناق عليه، يعني عايز يقول للناس يا جماعة أنا البير روما وهبته لي.